المفروض بيجينا هسه، خلي اتشيك بس. لا ليه تحارشون بيا من هاي؟ احنا تعالوا هسه، اقفل الباب من جوا. لايف دكتورة. وين ادوس؟ لا تدوس شي تيست حاليا لايف. بس ثواني، هسه احنا حاليا لايف بعدين. هاي لايف، ما يطلع ابدي شيء. اشيله. شيء على صفحتي أول. جراندي وست بكي على جراندي. راح أشير على صفحتي الثانية حتى يصير أسهل لكم. أوكي. زينب جيبي لي دقيقة خاصة. شفت حي واحد متأخر كلش سدير طيب. اوكي شير ستوري. فينوم دنتستري. بس دكتورة طفي الصوت من المقال عمود، لا يصير مرادد، يعني نص الصوت وخليه يمش حتى تشوف. ايش تمام؟ هذا هو، انت بس قصدي عمود لا الصوت يروح ويجي. اقول لك البارحه قالوا لي انهم ترى سووا منشن ايفري ون، اكو هيك شيء بالكومنتات سوي اب بالكومنتات؟ اي بالكومنت مال بوست. اوكي تمام، بس بس ثواني. ات ايفري ون يعني شنو نسوي هسه؟ هاي البيج لا مو بيج لا والله شنو على السريع هو يعني واحد فيك واحد يجي ولا فبس اكتب ات ايفري ون كتبت بس ما جاء ما يطلع لك احد بس اكتب ات ايفري ون وعلق بالبوست هيجي؟ اي اوقع اي بلو لا تطلع اي شيء يلا تمام بس خلينا ننزل بالصفحه مالت جراندي اسمه انستغرام دكتورة رحمة. المحاضرة جاهزة حاليا؟ اي نعم تمام. هسه شوي بس جاي اشير على مختلف الاماكن حتى ننطلق ان شاء الله. at everyone هيجي جاج ماشي يعني
اكو خلل يعني. لو اخاف اكتب بس everyone. لا لا ات everyone لازم. بدي اسرق وورد دائما يسويها. والله ما ادري. بعرف انت ات ادمن. ها؟ انت اللي لازم ات everyone. ايش ما يطلع لك؟ يا رزاق منورين كل هلا بيكم هلا بيكم هلا بيكم ترى رحمة المبدعة. اوكي زين الشمال والجنوب اجتمعوا هاي جيم اوف ثرونز زين اوكي نسوي فيتشر نحط بينتو فيتشر زين. طيب الجروب مالتك مشغل اللي انفعلنا للإبرون ولا لا؟ خاصية لازم انفعلها. Not every group has access to the everyone mention. ما فعلي ممكن. بس ما أقدر هسا أسوي هاي الهوسة يعني هسا ما أقدر. طيب يعني تكلم. شو أنطيش؟ يكون. ما في شيء الحين لازم. طيب. تمام. أوكي. س. ساعة بالتسعة وخمسة. أوكي هسا أول شيء السلام عليكم طبعا ومساء الخير. اليوم سوينا فد ويبينار على السريع قررنا نسوي يوم الثلاثاء بس كانت شوية كأس العالم واللعبة مال باكر شوية يعني ما بقى طوبة بس الأغلبية باعون طوبة يعني اكتشف إنه ما في ميل هم يباعون طوبة مو بس ميل ما أدري يعني بالعادة نقل ما اشوفهم فوتبول على العموم وين دكتور هذا طبعا ما ادري ليش اوكي زين ف زين ايه ف اليوم كان بنارنا على راح يصير بنارنا سوري على الايزوليشن تيبس اند تريكس طبعا انا دكتور رحمه محمد من الموصل وحاليا هي تمارس عملها كطبيبه اسنان باربيل. دكتورة رحمة غنية عن تعريف معروفة في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب مبدعة جدا بمجال الريستوراتيف دنتستري بمجال الدايركت والاندايركت يعني أنا أماتها قبل سنة يمكن أو أكثر من لا والله أكثر من سنة دكتور حيدر وليد أنا قبل كنت متابعها يعني أشوف شغلها بس دكتور حيدر وليد قال لي ادخل نغبش دخلت انبهرت يعني أمانة يعني فأول شيء عشتي لي دكتورة وثاني شيء الجو اللي كنت طلقة أنا راح أقاطعك هو أنا أوكي بعد طب بالموضوع ونسولف إن شاء الله قبل لا تبدي دكتورة رحمة الايزوليشن هسه هو يعني قبل كم سنة أذكر كنت تاني كنت بروتيشن كان اكو يا طيب اسنان قال لي هو هسه انتم لزقتوا بهاي السالفه مال نو رابر دام نو اندو هسه ماكو شيء اسمه نو رابر دام نو اندو نو رابر دام نو ريستوراتيف دنتستري خلص لا تقدر تسوي فولينج لا تقدر تسوي كاريز ريموفال جيد لا تقدر تسوي ايميديت دنتينسير ما تقدر تسوي اندايركت ولا دايركت ولا انسيرشن مال تكران ولا انسيرشن مال اوفرلاي ولا اي شيء ذات رابر دام حتى الفيرتيكال بريبريشن اللي هو يسوي الانسيرشن اغلب اللي يشتغلوا يسوونه بجي اي سي جلاس اي نمبر هذا الموضوع شوي به خلافات يعني انا اسوي انسيرشن مال الفيرتيكال بريبريكران مع ذلك هو فيل نظيف يعني. تعوف بدور بردام بايو فولم سلايفا بلاد ايفريثينج دكتور رحمة توكل بالله سوتي بعدين مش الموضوع السلام عليكم على الجميع
أتمنى تكونون بخير، وأشكر حضوركم، وأشكر جرانديوز سمحت لنا بهاللقاء. نبدأ بالموضوع دكتور، بس خلينا نشير السلايد. أوكي تمام. أوكي، حتى لا نضيع وقت. تعرف اللعبة بالعشرة؟ إيه صح، لحقي علينا يا دكتور. دكتور تشيرت يمك السكري؟ بعد شوية تاخذ في الثواني وتطلع. هسه نشوف. انت سويتي انتاير وندوم، ويمكن الانتاير لو انتاير ايه. سكرين شير انتاير سكرين كامل كامل كلته بعد ما طلعت. هي طلعت يمك انه هي متشيرة لو لا؟ طلعت يمي. ايه بعد هاني من ما طالع. خلينا نشوف. هسه دكتور؟ يس ات ستريم. هسه اعطينا فول سكرين دكتوره، اعطينا فول سكرين عن كذا شو في بعدها طبق. وصلت؟ وصلت. أحب أبدي الويبينار مالتي بهاي المقولة كلش أنا تعجبني، الستارتنج ديلي يوز هو ستارتنج ديلي يوز للروبر دام هو بيجينينج أوف ويزدم. حتى أنطيكم جرعة أمل، هالصورتين اثنيناتهم شغلي، اللي على يمين شغلي سابقا وعلى يسار هسه. شلون حولتها من هالطريقة لهالطريقة؟ راح أشرح لكم بشكل مختصر شنو أدواتي وشنو اللي قدرت أسويه حتى أحصل هذا العزل. نبذة صغيرة عن تاريخ الرابر دام. هو كان على يد العالم الأمريكي برنام بسنة 1864. هذا العالم الأمريكي كان يقول أنا دائما أفكر بالليل، أفكر قبل لا أنام شلون أنا أقدر أحصل دراي فيلد من أشتغل خصوصا باللور مولر. لما إجا ذاك اليوم لما يعني فكر أنه يخلي البروتكتيف نابكن مالته على السن اللي دا يشتغل لور مولر، وفعلا نجحت الطريقة وبدأ عندنا الدراي ووركينج اريا. إذا بدنا نحكي عن فوائد الرابر دام كلكم تعرفوها، بس أنا ضفت لها سايكولوجيكال بنفيت. سايكولوجيكال بنفيت، وفعلا أنا دورت بنفسي يعني على ارتكلز، ولقيت ارتكلز تحكي عن السايكولوجيكال بنفيت للدنتست وللبيشنت. صح. هسه ارجع يعني احكيها بالسيات اللي بعدها. وايضا عندنا سيستماتيك ريفيو بسنة 2016 شافت انه استخدام الرابر دام راح يعلي لنا السرفايفل او العمر مال ريستوريشن مالتنا. ودائما هواي نشوف انه اكو كيس ريبورت تحكي عن انه بيشنت بلع انسترومنت، بيشنت اختنق بامالغام، بيشنت مثلا حتى لو اختنق بصوديوم، وهاي يعني هواي بنلقى على الانترنت من هاي السوالف. اول شيء يجي ببالنا لما نحكي عن الروبر دام، اول شيء يجي ببال الطبيب يقول لك اني شلون اقنع البيشنت مالتي بالرابر دام، شلون اخليه يقتنع انه انا راح اخليه للرابر دام. هي شغلتين، الشغله الاولى انه انت كدنتس دورك انت اللي تسوي كنترول على البيشنت، يعني مو هو اللي يختار علاجه، مو هو يختار التريتمنت بلان، انت اللي تختار له التريتمنت بلان. الشغله الثانيه لازم تسوي للبيشنت ري اشورانس، يعني انت اول شيء تجيب الشيت تقول له يابا احنا راح نخلي لك هذا الرابر دام، هذا لحمايتك، هذا فور هاي كواليتي للريستوريشن. تركز على كلمه هاي كواليتي وحمايه، وممكن تخوفه من الكيسات اللي ذكرناها انه بالع انسترومنت او شيء. صح، اتفق وياي دكتور علي. للامانه قبل سنين كان عندنا سيمينار في مكان او محاضره، واحد اطباء كبار السن قال انا البيشنت مو واحد ولا اثنين، اكثر من واحد كبار السن ما يشتغلون بالرابر دام. البيشنت مالتي ما يقبلون بالرابر دام. يقول في واقع الحال اكو قسم من هذا الحكي كذب، انه يعني اذا بيشنت جديد وجاي، فالبيشنت الجديد الجاي هو ما جاي يختار معطر او ساعه من محل ملابس، هو جاي يخضع لبروتوكول علاجي
بروتوكول الإعاجة طبيب الأسنان هو اللي يحدده. يعني بيش مو يوفق بنص الشغل ترى راح ما وقفي، أنا أريد أوبتي بونز، أنا ما أريد أسئي، ماكو حكي شنو أنت ماكو فيلم. هو بروتوكول علاج البيشنت ما يعرف، بيشنت يخضع لك جاي واثق بالطبيب يشتغل شغلك. هذا جزء بالضبط يعني جزء هذا الصدق. دورك انت، دورك انت اللي تسوي له الكنترول، يعني مو هو اللي يختار كيف. عافية. واكو جزء بحقيقة، اكو جزء بحقيقة دكتورة شنو هو؟ البيشنت اللي هذا الطبيب نفسه صار لي يشتغل لهم سنين من دون رابر داون، اي هذول لازم هو يقعد يفهمهم، مو مثل البيشنت الجديد. البيشنت مالته اللي صار له هو مشتغلهم 65 حشوة معودين على السيستم او البروتوكول، انه 5 دقائق خلصت الحشوة وراحت، وقعت ما وقعت مشت الامور، حياة جاي تمشي. بعد شنو رابر دام والحشوة جاي تطول ساعة وما ادري شنو شنو مايكروسكوب وشنو. فلازم الدينتست يسوي تغيير جراجوال، هاي مسؤولية كلها، هي مسؤولية الدينتست ان كان بالجانب الواقعي او غير الواقعي. هذا هذا رأيي. ثاني شغلة، ثاني شغلة ممكن يقول لك أني أخسر وقت time consuming، اللي هو بالعكس بالضبط. يعني أنت لما تسوي full control على patient لا راح يقدر تكرم مثلا spitting أو مثلا يقاطعك كل شوية أو يحكي أو لسانه السلايفة منه الدم منه، يعني ما تعرف ما تعرف تحير بشنو ولا بشنو. نعم صح. باختصار اختصرت التولز البرايمري واكسسوارز. البرايمري نعرفها كلنا اللي هي الشيت الفريم الفورسيبس البانش فورسيبس والكلامبات. الاكسسوارز راح حسب من ضمن السلايدات اذكر كل واحدة ممكن بشنو نستخدمها. خليت يعني بعض النقاط اللي هي اهم شيء حتى تحصل عزل مضبوط وكلين وواضح. اول رول شو تقول؟ تقول مالتيبل ايزوليشن. نحن ليش دائما نقول مالتيبل ايزوليشن مو سنجل ايزوليشن؟ اولا السنجل ايزوليشن انت راح تضطر تخلي الكلامب على السنه اللي تشتغل بيه، فبالتالي راح يكون عندك يعني راح يعيقك بالشغل. اذا تريد تخلي ماتريكس وين تخليه، اذا تريد تخلي وجه ما تقدر. بنفس الوقت انت فتحه الماوث اوبنينج راح تكون قليله، الاكسسبيليتي انت جاي انت بدك تخلي مثلا حشوه او شيء هم راح تكون بالنسبه كلش اقل من المالتيبل ايزوليشن. المالتيبل ايزوليشن بالعكس بالضبط، وخلى الصوره السنجل بالاسود والمالتيبل بالازرق، يعني حتى توصل انه انطي الاولويه للمالتيبل. صح. عندنا اكسبشن اذا كنت تشتغل اندودونتيك تريتمنت فعادي ممكن تعزل single isolation وما عندنا أي مشكلة يعني. وأيضاً إنه بحالة إنه وردت تخلي الكلامب على التوث هم عندنا exception، إذا كان التوث أصلاً هو terminal tooth يعني آخر tooth راح تشتغله هو، فمضطر تخلي الكلامب عليه. أو إذا احتاجت more inversion. الرول الثانية اللي هي flossing, pre-wedging أو إذا احتجنا scaling. أنا أول من يجي يقعد البيشنت بعد ما أنطيه أنستيزيا أسوي له فلوسينج. الفلوسينج شنو يعني؟ شنو يساعدني؟ أشوف الكونتاكت، هل الكونتاكت أوكي؟ أنا أقدر أقعد الروبر دام؟ لو ممكن أني أسوي سكيلينج إذا كان أكو كالكولاس، أسوي بريوجينج إذا شفت الكونتاكت تايت كونتاكت. والبريوجينج يعني البريوجينج إلى كثير أهمية بهالسالفة، وبسالفة إنه إذا اشتغلنا البريب أو الكافيتي تنزل لنا تعمل سبرس للبابلا فتسمح لك انه تقعد الربر دام بسهولة وباقي الشغل يسهل عليك. مثل هاي الحالة اول ما اجى البيشنت، يعني هاي اذا تباوع تقول ممكن انه الربر دام يتير اذا اخليه فوق الامالغم، بس اني جبت الفلوس خليت الفلوس بين الكونتاكت شفت ما عندي مشكلة، اجيت قعدت الربر دام طلع عندي بهالصورة معكو اي مشكلة. ثالث رول استيميت ماي كيس. شنو يعني استيميت ماي كيس؟ الاستيميتنج للكيس يعني اشوف الاورال او اشوف الماوث اني اذا كان عندي ويل الاين تيث ممكن استخدم هذا التمبلت اللي يجي ويا الربر دام بكل بساطه، اشر عليه نقاط البانش مالتي واقعد الربر دام بسهوله.
مرات يجينا ما الالاين تيث، ما الالاين تيث احتاج انه اخلي الشيت على السنون احدد مكان البنج واكمل براحتي، ما عندي يعني اي مشكله. وايضا الاستيميتنج نشوف انه نستخدم هيفي رابر دام، ميديوم رابر دام. بالنسبه لي الثن لاغيته تماما، الثن بالعكس ممكن يتير بساع ويضوجك وما يساعدك. بنفس الوقت السيرفس مع الرابر دام حاول دائما تكون الشايني توارد التشو والضل او المات توارد الدنتست، حتى تمنع لك اللايت ريفليكشن وتخليك يعني هاي كلش مهمه. تاثر على وين؟ اكو هواي اطباء اسنان من نجح مثلا يجي يشوف الصور مال الصور رحمة أو شغل دكتور فلان أو كذا، بالضبط جايب نفس الكاميرا ونفس الرينج فلاش وجاي يستخدم نفس الإعدادات، بالضبط بس تكون الصورة يعني مشوشة والثانية كلش واضحة. كلش هذا مثل تسمع بالضبط في تعلمك هذا واضحة صح، دا تشوف الفرق يعني. هذا هذا الرابر دام اسمه إيزي دام يمكن دكتورة رحمة، بالضبط إيزي دام. هذا 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 كلش أحباني دكتور حيدرويد ما يحبه، ما كين سأحكي عليه شيء استخدمه. أنا استخدم النيكتون هيفي بالكيسات اللي لها إنفيرجن قوي، بس هذا اللي هو كمان اللي أستخدمه هذا النيكتون هيفي. نيكتون هيفي أصلاً يعني إيدي الشمال بس إيدي يمين. الرابر دامات هي الرابر دامات هي إثباتنا ويانا إحنا هذا الرابر دام. إيه هذا الرابر دام، هذا نيكتون دكتور حيدر. تمام. بالنسبة للفريم، الفريم ممكن أكو عدة أنواع، ميتال، بلاستيك، فولدابل. من خلال الاستيميتينج أقدر أشوف أنه أقدر أستخدم الميتال لو أستخدم الفولدابل مثلاً. الفولدابل يكون بلاستيك وفولدابل بحيث لما أشتغل إندو أجي أخذ إكس راي ما يطلع لي راديو أوباسيتي ويعني يساعدني كلش بهالموضوع. لازمة الفورسبس مالتي، لازمة الفورسبس بالبيشنت دائما نحاول نخليه سوباين بوزيشن زين. لللور اللور عادي، اللازمة العادية. الأبر أحتاج إنه يكون ريفيرست بام، يعني أخلي الفورسبس ب مثل هذا الفيديو انعرض دكتور علي، انعرض يمك عرض بس يعني إنه يعني براحة إيدي وأقلبه صح. ايوه يعني اشوفه بكل بساطه واخليه صح. هاي تيب يعني ممكن تسهل او تساعد، ما اعرف انا اشوفها مهمه. سوباين بوزيشن ولزمه الفورسبس. القاعده الرابعه جود بانش. اكو نوعين من البانش فورسبس، اكو هذا العادي والثاني اللي هو ايبوري. بالنسبة لي أنا استخدمت الاثنين، ارتاحت ويا الآيبوري الـ يعني البنش مالتي كلش كان أسهل علي. ما أعرف دكتور علي إذا أنت مستخدم واحد منهم. لا هم اثنينهم، بس أنا لين متعود على العادي فأشوفه أسهل لأنه أقدر أباوع وين جاي أثقب بالضبط. لأنه أنا ما ممكن البارحة صادفني أنا دكتور رحمة على أنه أكو أطباء أسنان يستخدمون التمبلت وبالكيسات اللي يجي بيها فد كراودينج او سبيسينج او فد اختلافات معينه يستخدمون تنقيط. انا ايدي ما اخذ على التنقيط، فمن اجي انقط واجي ارد اثقب بالعاده الجئ للعادي احب بالضبط هذا التمبلت. انا من افتح التمبلت ادبها بالزباله اول ما اشتري الرابر دام، بس انا اشيل التمبلت بس حسب تعود كل حسب تعود يعني انت متعود تستخدم تمبلت ممكن يختصر لك وقت. اذا انت تعرف الكيس ممكن الاسيستنت جهز لك مالت الكيس الجاي. انا عندي بالنسبه لي اخابر الاسيستنت من الطريق، يعني مثلا زينب سوي لي هيك 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 وهي تكمل الرابر دام. الهولز مالت البانش بي تقريبا معظم البانش بي 5 هولز. دائما نحن ناخذ الهول الاصغر من التوث، يعني مثلا هو محدد لك اول هول اصغر واحد محدده لللور انسايزر، انا استخدمه للابر واللور حتى احصل يعني انفيجن او ايزوليشن
افضل ايزوليشن. الهول الكبير هذا ولا اجيمه الا اذا كنت اسوي سفل الدم. البانش مالتي لازم دائما اكون متاكد انه مكان الهولز نظيفه مو معبايه يعني شيت سابق. هاي نقطة كلش مهمة أحب يعني تركزون عليها. البانش همين مثل هاي يعني لازم تكون دويرة كاملة، ما يكون بيها سكراتش، ما يكون بيها نتوءات. فإذا كان بيها مثل هذا الدائرة اللي بالنص، أول ما تقعد الربر ده ممكن يتير لأن هاي تعتبر ويك أريا. فمن تقعد من تواجه أي فورس يتير الربر ده، فأنت تذب الربر ده وتقول يعني هو صوت الربر دام ما يبعد. نقطة الأخ كلش مهمة اللي هي إنه المسافة بين البانش. إذا كنت تستخدم التمبلت خلاص يعني هو محدد لك ستاندردز، ما تقبل غلط. إذا أنت تسوي مثلا أنت اللي قاعد تسوي البانش، حاول المسافة تكون لا تو كلوز. إذا تو كلوز راح يطلع عندنا مثل هاي الصورة، البابلة تبدي تطلع من من الربر دام، سلايفا ممكن تجي، دم ممكن يجي. إذا كان تو فار راح يتكعبل أو يتجمع بين الأسنان. نعم. مثل الصورة الثانية مأشرة عليها بالأحمر. النقطة الخامسة وهي نقطة كلش مهمة وهواية أسأل عنها وهواية أنا كنت أسأل عنها يعني قبل. اللي هي الإنفيرجن. إنفيرجن أكو أربع طرق. نبدي بأول طريقة أسهل وحدة اللي هي دينتال فلوس أو هواء وبلاستيك إنسترومنت. دينتال فلوس عادي ممكن نخلي الفلوس باتجاه السن، أو أكو طريقة ثانية إذا لقيت إنه الكونتاكت شوية صعبة أكو تكنيك تسمى لوب تكنيك، نخلي الفلوس عادي نرجع نجره من اللينجوال سايد نرجع صح. فوق الفلوس الأصلي ونسحبهم اثنيناتهم سوية بدون ما نقرب الربر دام من جوا. او الانسترومنت عادي يعني، وهسه ورا المحاضره راح اخلي فيديو فيديو يعني قصير انه يشرح هاي الخطوه. مرات احتاج الفلوس مالت يبقى حتى احصل بيه ماكسيمم انفيرجن، خصوصا حالات الديب مارجن. خليت اني الفلوس فوق الفلوس ابدي اخلي مالتي الماتريكس وأتأكد إنه صار سيل، يلا أخلي همين يلا أبدي أسوي يعني أكمل الريستوريشن مالتي. عندي مداخلة. تفضل دكتور. هذا التكنيك مانديتوري اللي يشتغل حتى أكو مرات إحنا من نحكي حكي بعض الأطباء اللي هم جاي يسمعون ما مجهزين أكو أمور أساسية، واحدة من عندها المغنيفيكيشن دكتورة رحمة عندها مايكروسكوب صح؟ شو جهاز مايكروسكوب دكتورة؟ شنو البراند مالته؟ سوكو مالتي. سوكو. المايكروسكوب أو أي جهاز ماغنيفيكيشن أو أي لوب هاي ماغنيفيكيشن لازم موجودة بهي الشغل. ليش؟ ممكن إن إحنا نحط السادل باند أو أي باند ثاني سانكشنر وأنا ما جاي أشوف بالنيك هاي، أنا احتمال الدنتال فلوس جوا بطن الباند يعني بين الباند والتوث وأنا ما جاي أشوف. صحيح. وهاي تسوي لي اوفر هانج ومشاكل هواي بعدين من اجر دجر الفلوس والفلوس تنقطع والرزم يصعد. فاكو امور جاي تعرضها دكتوره رحمه يعني هاي امور نحيسه ودقيقه. سو ماكروسكوب لوب او مايكروسكوب، ما اريد نقول له مايكروسكوب نعقد الامور لك او جماعه على مايكروسكوب لوب، هاي ضروري لازم دكتور يعني اذا كلش ما عنده لا هذا ولا هذا. الفوتوغرافي يعني بالفوتوغرافي اشوف الديفكت يعني. انا قبل كنت حاطه الميكروسكوب بالعياده بس ما استخدمه، اثناء ما اخذ فوتوغرافي اشوف الديفكت عندي. يعني هذا الفوتوغرافي من يعني من اهم الاشياء اللي طورتني بالشغل. صح. ثاني شغله التفلون اللي انا كلش احبه يعني صراحه، ودائما اخلي لي ذخيره التفلون بالعياده. زين ليش نحن نحب التفلون؟ التفلون عنده هواية خواص كلش انه تساعدنا انه نستخدمه ديلي. اولا هو كيميكالي انيرت،
خامل كيميائيا، insoluble ما يذوب لا بالماء لا بالorganic organic solvent، non-stick ما يلزق إذا أنت الكافيتي مالتك جافة مستحيل يلزق، وhydrophobic. مثل هاي الكيس أنا مسوية full inversion يعني مساعدة الطفلة. مرات أقدر أستخدم الكلام، خصوصاً الكلام عندي الـ 44 من KSK أو يسموه برينكر كلامس أو B4. هذا الكلام يعني هم كلش مفيد بهواية كيسات، إنه يخدمني هذا دائماً أخليه يمي. مثل هاي الكيس كان عندي باك تو باك كلاس 2 أو البريمولار تحول indirect restoration، فما مش ان دا اقدر اسوي inversion الا خليت هذا الكلام اللي هو يسوي لك tissue retraction، ينزل التشو وينزل الربر دام، فيظهر عندك المارجن كاملا وما عندك اي مشكله بالشغل. تمام، هاي صوره واضحه شلون انا مسوي retraction. او عندنا الطريقه الثانيه، ممكن نحن modify كلام 212 اللي او butterfly او 212، هذا الكلامب اللي يجي وينجين، هذا نقدر نقص يعني نقسمه بالنص ونستخدمه يحقق لنا يعني يكون stronger than B4 او provide more space للفينجر للفيجن للبريب لاي شيء يعني. صح. مثل هاي الصوره انا يعني لما كنت اسوي cementation upper 4 أو العفو upper 5 كان بطل يعني كله رايح، فاضطريت إنه أستخدم هذا الـ modified 212. صح. الرول السادس، أنت خلصت عزل، خلصت inversion، خلصت clamp placement، لازم أباوع الفيلد مالتي خالي من أي يعني أي هول أو أي مثلا مكان ممكن يجي منها سلايفا او بلد. هذا الشيء انا دائما مراد استخدم دائما العفو استخدم الليكويدام، اي مكان بي بيسرب او شيء استخدم الليكويدام يسده وما يتحرك، وبعدين اقدر انظف الشيت مالتي بايثانول وغوزة او قطن. دكتورة اكو تكنيك ذاك ما شفته كلش عجبني، اللي هو اغلب اطباء اسنان يواجهونه ورا ما يسوون هاي فت تيب لطيفه، ورا ما يسوي الساند بلاست الومنيوم اوكسايد، خاصه مو صوديوم بايكربونات، باعتبار الصوديوم بايكربونات اذا نستخدم اكو 60 مايكرون همين ينطي فد رفنس، ما ينطي سموث. الالومنيوم اوكسايد يلزق بالربر دام مزعج يطلع. صحيح صحيح، يأثر بالفوتوغراف وبالتصوير وهذه الأمور. فشفت أكو بيج في إنستغرام شيرين تيب لطيفة يستخدمون دنتال براش نفسها توث براش. إيه مع معجون أو صابون أو إيثانول. صراحة بوقتها شيرته وقلت شنو هاي يعني. شفت هذا هو نفس الفيديو. نظفه ويرجع على بردام كلش مثل ما قلت إحنا وين هاي السالفة. صحيح. اصلا يعني اذا يعني تفوت تتعمق بالربر داميولوجي يعني يقول لك لا لازم تبدل الشيت، اذا انت تستخدم ساند بلاست تبدل الشيت مالتك، بس ما معقول يعني على كل ساند بلاست تبدل الشيت وهاي سالفه مو هيك يعني. انا اجيب هذا البخاخ الصغير مو اجيبه وابخ داخل الربر دام وامسحه. هو خلاص، حياه سعيده. القاعدة السابعة، لازم يكون عندنا four contact ويا التوث، البيك مالت الكلام مرتبطة بأربع قواعد مع السن مثل ما مأشرت هنا بالأحمر، يعني طبعاً لا يكون too large أو too small أو مثلاً unstable، يعني إحنا من نخلي الكلام نتأكد إنه هو يكون stable تماماً، نجربه أصلاً قبل أن نحط الرابر دام. فراح أخذ الفرصة أنه أحكي عن أنواع الكلامبات اللي فادتني أنا شخصياً، بعد ما جبت تقريباً فد 100 كلام، تالي
اغلبهم حطتهم بالمجر، وحاليا استخدم تقريبا 8 لو 10 هذول مستقر عليهم يوميا. هو يجي وينج وينجليس باسيف وامباسيف. الوينج والباسيف اذا ردنا العفو الوينج اذا ردنا مور ستيبل، الاكتيف حتى اذا نسوي اكثر ريتراكشن للتشو. نعم. واكو بعد انواع بالسوق بلاستيك او بقيه. فجمعت عده صور، جمعت عده يعني جمعت هذول صور الكلامبات بسلايدات، كل سن الى اللي استخدمهم انا حاليا ما اعرف يعني، وسالت بعض من زملائي قالوا نفس الراي عندهم. البريمولار عندي 00 او 29 او البترفلاي اذا احتاجينا مثل ما قلت سنجل ايزوليشن، هل ثلاثه يعني كفايه وزياده. بالنسبه لللور مولار هم ثلاث كلامبات، الباسيف منهم يجي رقم 26، الاكتيف يجي رقم 14، واذا ردنا مور ريتراكشن 14 اي. هاي الصور او فيديو حاطه اني من هذولي، وهاي صوره للدكتوره لبنى كسها الاخيره او قبل الاخيره. تحياتنا للدكتوره لبنى. ايه ما اعرف اذا كانت حاضره. زين هذا يجي جوكر يعني للأبر واللور اللي هو رقم 24 و 43. 24 إذا كان السن كبير، 43 إذا كان أصغر، ونحن دائماً نوجه البيك أو الأرم الكبير على البكل والصغير لينجولي أو بليتري، هو مؤشر بالسلايد هذا إنه شنو هي الاتجاهات اللي نخليها. نفس الشيء عندنا الاتجاه الثاني 42 و 25 بس. نعم. هذول جوكر يعني أول لور. إذا احتاجينا مور أبيكالي أو السن كان بي سلوب كلش قوي ما أقدر أقعد البلام الكلامب مالتي، ممكن أستخدم الـ W8A أو الـ 180. هذولا يعني أبطال كل ما كانت تخليهم يصيرون. أنا هذا الـ 180 البارحة رحمة بصراحة راح أطلبه، لأنه مرات يأصلا عندي بعض الكيسات، فهذا منقذ يعتبر يعني أحسن ما نظل قاعد ويطفر. هذا شيء جيد جدا. هذا 180 بالضبط ما KSK. هذا مو دكتورة KSK. تمام. أي أو أي براند مشابهة يعني، أنا ما أختصر. لا ما أقصد أستاذ عبد السهل، إحنا جايين سهل على الزملاء يا بختار. لا حتى لا تحتار يعني، هو سهل. مو قاعد أجيب لي 5000 كلام ودوخ شنو أستخدم. هذا بالضبط يعني أنا واحدة من الشغلات اللي كانت إنه ضايقني بالربر دام، إنه أنا أحتار شو أستخدم. أروح صح. أشوف الكتالوج مليان يعني صح. عشرات مئات ما أعرف. فهذول التجميع يعني هاي الديلي يوز صح. مثل هذا كان عندي upper 7 الإربشن مالته كان مكامل partially erupted وسلوب عالي، فأنا استخدمت هذا وفعلا مثل ما تشوفون إنه الريتراكشن إجا كلش ستيبل وحلو. هاي الصورة هواية اجتني دكتورة شون قاعد كلام ويا باند. التب كلش بسيطة، ترفع يعني انت خليت الكلام، خليت الربر شيت، خليت الكلام المكان اللي محتاج تخلي ماتريكس بيها شوي افتح بالفورسبس، افتح بالفورسبس الكلام. ممكن الاسيستنت تساعدني او انا اذا كنت متمكن بليسمنت اوف ماتريكس وخلاص. مثل هاي كانت بليتها لي او منا رايحة دستلي باليتي لي صح. دستو كل أنواع الباندات هو هذا التكنيك اللي ماشي يعني، إن كان ترانسبيرنت إن كان ميتال باند يعني. مثلا دكتور أنت إذا تستخدم الباي كلير أنا نعم. يعني بصراحة ما مستخدمه بس يعني نفس التكنيك أتصور نفس الشيء ما يختلف ثابت. الانتيريور ايزوليشن، نحكي عن الانتيريور ايزوليشن أكو ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي بالفلوس، الطريقة الثانية بالكلام مثل هاي فلوسينج yes.
اوكي، وحتى تسهل الفيجن ممكن نربط الفلوس بالكلام بالفريم. Yes. الفريم اقلبه بالعكس بدل ما لتحت اقلبه لفوق واشد بالخيط، فيصير عندي وايد فيجن ويصير عندي سهوله بالشغل. طبعا للامانه شنو اللي قبل لا دكتوره تحكي عن النوتس، شنو اللي اللي يفضل النوتس عن الكلام؟ الجام هيلينج، انه احنا ورا ما نشتغل يجوز يطول الجام هيلينج بهاي المنطقه خاصه الزينث بوينت هاي الانتيرير تيث، يجوز تاخذ لك شهر كامل يلا يروح اثر، فتاتي تاخذ فولو اب اميديت، تكملت الشغل هسه تشوف النتيجه هسه تشوف هذا انت حاط نوت. صحيح حتى لا هاي الطريقه يعني انا ضايفه الفيديو، ممكن اي اي حد يبحث بس يسوي بس يكتب فلوس ليجيتر تطلع مئات الفيديوهات. خلاص اوكي تمام. مرات دكتور يعني هنا انا حاطه ريتراكشن كورد، بس هم الريتراكشن كورد ما مفضله مثل النقطه اللي ذكرتها انت، يعني يسوي ديستراكشن بالسوفت تشو. صح، هاي الطريقه الثالثه للعزل مال الانتيريا اللي هي سبلت دام. Yes. الطريقة مالته نجيب الشيت ثلاث نقاط بنص الشيت، أوصل بيناتهم بأي سيزر وأبدي أثبت نهاية الفتحة يعني على الدستل مال 5 أو مال 4 بهالطريقة بالضبط. طيب دكتورة أنتي بالانتبال قاعدين سبل الدم، بشنو تستخدمين سبل الدم؟ شنو التكنيك، شنو الشغل اللي تسويه وانت قاعد السبل الدم؟ صراحة السبل الدم استخدمه لما يكون ما عندي اي كونتاكت ويا التشو، يعني ويا الجم حتى لا اتعرض للبليدنج. زين، يعني لما يكون الجلاس فور دايركت فينير بس ما اجي يم الجنجيفا. يس، ممكن طيب استخدم السبلت بس نادر كلش. طيب، بس هي هم طريقة يعني حلوة. صح، تحل ازمات مرة بالضبط. هاي سويت فيديو قصير قاعد تجي الربر دام، ولأن هواية تجي أسئلة على الديب مارجن فاختاريت كيس يكون بيها ديب مارجن وتلت التوز. واضح يمك دكتور؟ أنستيزيا، منطقة أنستيزيا للبيشنت قاعد الربر دام، نتأكد إنه الربر دام ستيبل، نأشر بانج، اخلي فازلين، هاي من النقاط الحلوه انه اخلي فازلين حتى الايزي. يس، سيتنج هنا طريقه انه انا خليت الكلام ويا الرور دام، دائما اكو تب بهاي الطريقه لا تجيب الكلام باتجاه التوث، جيبه من الوسط للتوث فلوسنج بالامبرجن. دا أسوي أيضاً inversion بالinstrument، وهاي طريقة مثل ما نشنق السن يعني نخلي دائرة دائرة نبدي. Yes. نضب عليه، وهنا دا أسوي packing للتفلون، دائماً أحاول أثبت التفلون لأن التفلون إذا ما ثابت ممكن بأي section ينشفط ويا ال أو أي نفخة هواء أصلاً يعني بقول يطلع. وهاي الفكرة انه اسوي فولدنج للربر دام اخذتها من دكتور حسين علي، كل استفادت عليها. ها اخلي فتحه للتنفس مع البيشنت، وهذا كانت النتيجه. تمام، هنا انتهت المحاضره مالتي، شكرا. طيب خلينا نشوف اذا اكو اسئله دكتوره، خلينا نطلع من فول سكرين. انا راح اقرا الاسئله، تقدرين بعد تسدين البرزنتيشن حتى تطلعين على الشاشه وتشوفين يعني. استبشر. اوكي، هسه خلينا راح ارجع من بدايه على التعليقات اشوف اذا اكو اي اسئله حتى. طيب مساء الخير، شكرا. طبعا شكرا لكل اللي حيا واللي سلموا. شنو موضوع المحاضره دكتوره كوثر؟ شنو الموضوع؟ ربر دام دكتور. زين، طيب دكتور ضيت الاشاره بعد هاي اسئله. دكتور انت رتي اشاره للجميع وانت حضرت المحاضره، فبعد ماكو داعي او في الساعه فغلس ما مفعليها بالجروب مال فينوم يعني. اوكي، ايزيشاكس. طيب منوره المبدعه دكتوره، عليك هواي تعليقات، هواي ناس يسلمون عليك. دكتوره ريام، دكتوره رحمه، دكتوره حبيبي دكتور مسلم الله يخليك، تسلم. طيب
ما اشتغل بيشنت اذا ما يقبل بالربر دام تحت هيدرويد. هو هذا الموضوع يعني ما بي انه البيشنت يقبل ما يقبل. انا الدين كان عندي هاي انا اللي اعمل الكنترول، انا اللي اعمل الكنترول على البيشنت. مو بس هاي، انا عندي في السياسه بالعياده انا شوي حقني امانه، البيشنت ما يطبب النكست اوف كين الا ذا بيدو واهله يردون يطبون. بيدو طفل وابوه وامه يردون يطبون، فيميل زوجها يطب لا، ميل زوجته يطب لا، رجال وابوه واخوه ما حد. هاي سياسه بالضبط. اكون نقطة مثل ما قلت انه نحن نحكي مع البيشنت يعني سايكولوجيا، يابا هاي مصلحتك، هاي اني هيك التكنيك مالتي. يعني انا بالنسبه لي عندي باشن كلش بالايزوليشن، احب انقل هذا الباشن للبيشنت، يعني دائما احكي وياه قبل لا اسوي اي خطوه. صح. ف مرات ورا ما تكمل حكي وياه كان دكتور مريض ما اشتغل لك، يعني ما مجبر، انا ما مجبر، انا دينتست انا اللي اقرر. ما تريد اكو بصفنا هواي عيادات بدون ربردام زور. صحيح. طيب بالضبط. أنا أخذ رأي المريض بخصوص تأثير، هل يجب أن أسأل المريض اللي تريد أن أضع؟ بالضبط دكتور نسرين، ماكو أي مسوغ إنه أنا أدخل البيشنت بهذا الموضوع، أنا أعلمه أو أسوي له موتيفيشن، أقول له إنه هذا رابر دام مهم وكذا وكذا، حتى شغلتين، أول شيء تثقيف للناس إنه حتى لا يروحون غير عيادات، وثاني شيء براندنج إلي. بالضبط. حتى البيشنت يحس إنه أنا كدينتست مميز جاي أسوي له شيء زين. أكيد. بس ما خيره، لا خيره تعال قاعد خلنا قاعد ازيز بيشنت شو تريد يا بوند يا كومبوزيت. اكو بعض العيادات مثلا نقول الحشوه الالمانيه بهلقد، يعني الحشوه الامريكيه بهلقد، زين شلون جاي تضبط انه هاي الحشوه امريكيه؟ زين البوند شنو؟ البرايمر شنو؟ الموديلنج ليكويد شنو؟ كل الامريكيات اللي جبتهم ذني ما اعرف. حتى لو كيوريوس بيشنت، حتى لو البيشنت كان كلش فضولي، يعني ما تقدر انه توصل له كل شيء، انت راح تشرح له معناته 5 سنين دنتستري. بالضبط ماكو هيك منطق. طيب اسالي ولا نقل حاول القانون، اكيد اكو طريقه اقبل بها، واذا ما قبل فما مجبرين. نكتون للابد دكتوره وسن معيني، اهلا وسهلا عيني دكتورتنا الغاليه، رحومة مبدعة وعيوني اثنين بهم قلوب. هاي نفس دكتورة وسهم يعني. اوكي. عادة لا احد يعترض امانة، انا ما مواجهني بيشنت يقول لي تحط ربر دم، يعني صار لي انا بالمهنة هاي الفترة كلها. هو انت لازم تخلي مخك داخل البيشنت، تقول له مثل ما قلت يعني تنقل الموتيفيشن او الباشن الى حتى والله اكو مرات بيشنت يجي يقول لي انا اريد ربر دم، يعني هذا ما أني حاجة ويا يعني يفصل عن الدرلينج وعن البلد والسلاع وعن هاي هوسة كده، مو يهم الموضوع كله برا. صحيح صحيح. ممكن تسيبون رامن، هذه دكتورة لبنى موجودة ويانا. طيب دكتورة لبنى، دكتور أحمد صبحي يقول الصوديوم بايكربونات 65، نعتذر للخمسة مايكرون، هي 60 65 60 نعتذر للخمسة مايكرون، أنا آسف. طيب دكتورة نبا أهلا وسهلا نورتينا، دكتورة نبا أهلا. طيب هواية أطباء دازين تحيات وأسماء، ما أريد أنسى أحد. دكتور أكرم هاني أهلا وسهلا دكتور. دكتورة كيسات البيدو وليمتد ماوث اوبننج، اكو كلام بديش كيسات باحث نحكي عن دكتوره رحمه انه اكو كيت خاص مال بيدو كلامات صغيره. هاي موجوده اكو وايه مكاتب وشركات، يعني هو نفس الشكل مال الكلام بس يجي حجم اصغر، وال يعني الباور مالته اقل بعد المات البو او الهاي تكون اقل، فما يعني ما تضايقك تخليه على التشيك او الطنق او اي شيء. البيدو يراد له شوي معدات خاصه، حتى المرر لازم تصير صغيره امانه، يعني بيدو يراد له شيء يعني مجر او مجرات اثنين ثلاثه غرامه اصلا. الربر دام دواء، يعني دواء للبيدو، يعني هو لا راح يقدر يحكي ولا راح يقدر يعترض ولا راح يصيح ماما وبابا، هو انت بتخلي هو يصفن شيء فيز ضفات حاجه ما تكمل.
هاي بالنسبه للبيشنتس اللي هم الكووبريتد والنص نص، اما الان كووبريتيف هذاك بعد يشوفوا له جي اي ناتوكسايد ذاك اللي هو من الضابط اللي صرخ ويطلع يركض يعني ذاك بعد. طيب دكتور كيسات البين. طيب شو بعد من هسه دكتوره بس توضيح للتفلون شلون تستخدميه قبل لو بعد وضع ربردام. سؤال دكتور احمد اللي جو دكتوره بعد يعني بعد ما خليتي الربردام انت شفتي اكو ديفكت، شفتي اكو غابات او نعم. او عندكي مارجن مو واضحه نعم. نبدي نسوي باكينج للتفلون لما نوضح هذا او نسد الفراغ صح يعني من لما نسدين الفراغ ذاك الوقت انه تقولين انه انا حصلته فول ايزوليشن تمام. طيب how do you isolate a last tooth with distal caries in order to restore it؟ شو راح تستوي هالدكتوره وهسه حكينا بالسلايد بالسلايد مع الكلامبات تختار كلام بيسوي لك تيشو ريتراكشن تكمل نفس الرابر دام جوا الما المارجن يمكن هو نفسه راح يدفع لك الرابر دام جوا الايج نفسه اذا نستخدم طريقه وضع الكلام اولا ثم الشيت كيف نتجنب التيرنج؟ انا استخدم هالطريقه امانه انا استخدم انا احط الكلام طبعا مو ها الوينجلس وينجلس وينج وينج هذا راح يتير 100% لو مو نحط له فازلين يتير يعني يصير السبيس كبير صحيح. انا استخدم هالطريقه اللي هي يعني الوينجلس راح تقعد ربر دام مثل ما تحطها بالفيديو خلي شويه فازلين من جهه التشو صح من جهه الاورال كافيتي خلي شويه فازلين او جلسرين ممكن تمام يسهل القعده بالضبط اذا استخدم طريقه طيب دكتوره بلكي صوره للكلامب هولدر اللي يجي ويا كت احس يكلب ها هاي دكتورة براء تقول الكلامب هولدر يتشلب بالكلامب من أرضه طلعة هنا أنا أفكر سولفينا دكتور هذا السؤال حلو واضح كلش حلو هذا السؤال كلش بسيط شوفي أنت وين دا يعلق أي بير جيبي أي بير شيلي هذا النوع هذا بالبير خلاص أنا مسويتها قبل خصوصا عندي هذا الكلامب 180 يعني كان يتشلب فشويه نعمت الجراس المناطق الجراس مال فورسبس نعمتها بير وخلاص الامور تمام تمام عاشتكم هل ممكن نستخدم سبلت دم فور ديب مارجن اليفيشن لا مش للدرجات دي يعني لا 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 لا, لا نهائيا انا يعني ذلك سالت الدكتوره رحمه وهي قالت وين السبلت دم نستخدمه وين نستخدمه يعني بصراحه انا اشوفه اوت اوف انتيرير سيجمنت لا يعني ماكو يعني هو ممكن بوستيرير حاله وحده اذا كان البوستيرير حاط البيشنت بريدج فانا حضطر انه اقص على قد البريدج كلها لك قدام بس دي مارجن على قد البريدج بالضبط احدد الاسنان اللي راح اقص عليهم اقص صح. واسوي سبلت دام بالضبط الديب مارجن هو تشالنج مالت الايزوليشن يعني اذا انت تشيل الايزوليشن من الديب مارجن بعد هذا مو ديب مارجن خربنا بعد صار كاستو طيب هذا هو تنصحون بالكت الياباني كبدال الياباني دكتور مسلم شو ياباني؟ شنو الكت الياباني؟ ما قصدك باكستاني يمكن قصدك الباكستاني يعني هو ممكن تبدي بيه يعني اول ما تتخرج من الكليه بس هو يتكسر ومزعج ما احبها بصراحه طيب الفورسبس والبانش الفورسبس مالته كلش حلو يعني انا لحد الان صامدي من صار سنتين ما انا اقصد الكلامبات بس انا بالنسبه لي اجيب من هوايه الفورسبس يصعب عليك العزل بالعكس يطفر ويضوجك وبعدين انت راح بالتالي تضوج من الرابر دام يعني دائما حاول انه هالكلامبات اللي شويه اشتريهم وخلص يعني ما بعد تحتاج وهي مره ذكرت يمكن 8 لو 10 كلامبات خلاص هي هاي يعني ما تحتاج بعد سنين انت دماغك بارد ومرتاح طيب
افضل باند ارفع بيه المارجن دكتور امير، هاي بالويبنارات السابقه حكينا عن هذا الموضوع، هواي باندات امانه يعني. طيب ما اسوي ديب مارجن انفيشن من دون رابر دام بحيث اضمن ايزوليشن؟ دكتور شلون تضمن ايزوليشن ماكو رابر دام بالديب مارجن بالبوستيرير؟ ات از امبوسيبل. امبوسيبل مشكله هي هاي النقطه المهمه باللي يعني انت بالريستوريشن اول مليم او اول 0.5 يعني هي هاي المهمه. وبغض النظر عن كل المدارس البلك فل واللايرنج والى اخره، اكو فد ثابته وحده احنا نغلس عليها او مو نغلس ما نذكرها، البوند والطبقات اللي بالبدايه اللي هي احنا نصيح لها الامين دنتين سير، اول شيء ريزن كوت والنهايه بالضبط، هاي الطبقات بالبدايه اللاير الاولى هاي بيكم هايلي انرجيتك ورا الاتشينج. انت مش تسوي اتشينج وتخلي بوند البوند ريزن وفوقه ان كان فولد او ان فولد ورا خليت ريزن كوت بيكم هايلي انرجيتك تو ابزورب ووتر اند هيوميديتي. هيوميديتي تضمن انه ماكو هيوميديتي اذا انت فاتح سبل الدم بالبوستيرير يعني. طيب دكتور، طيب انا شنو اسوي اذا الكيس ما اقدر اوصل له بالرابر دام؟ هذا بعد انديكيتد فور شنو؟ اذا بكل الحالات اوصل له سيرجيكال كراون لينثنينج، اذا ما اريد اسوي اكستراكشن سيرجيكال كراون لينثنينج وراها عودك قاعد اسوي رابر دام. احنا حرفيا نلجأ في بعض الاحيان للسيرجيكال ابروتش عمود قاعد رابر دام، انه هو اذا ما قاعد رابر دام فالامور خربت. دكتور الرابر دام من ابدي الكافيتي لو من الفلنج لو شنو الفرق؟ دكتوره فاطمه تسال، عفوا تقول سؤال، تقول من ابدي بالكافيتي قاعد رابر دام لو من ابدي بالفلنج لو قبلها لو بالبدايه لو شنو اسوي؟ دكتوره مثل ما ذكرت سوي فلوسنج، انت عندك انترنس عادي قاعد الشيت، ما عندك انترنس ممكن تسوين بس مجرد انترنس للرابر دام و كملي الكافيتي بريبريشن. يفضل انه لما تبدين بريبريشن عزل، لانه نحن راح نفتح بعد يعني فريش دنتين وراح نبدي نخلي الخطوات مع اسيد اتش بوند. صح دكتوره، اكو نوعيه فلوس خاصه تشتغل بيها لو فلوس عادي؟ الفلوس اللي اذا تقرين عليه واكست احسن واحد، انا يعني حاطه بالصور مع الاورال بي يجي واكست، هو ما يأذيتش وما يأذي الرابر دام ويسوي يعني وما يتير بساع ويسوي الانفيرجن كوش حلو. دكتور اي رقم كلام بونجلس تستخدمين للور؟ دكتور اي رقم كلام بونجلس تستخدمين للور مودر؟ مثل ما قلت اللي هما 43 و 42 24 و 25 وأكو ال W8A البطل يعني هذا اللي بي تشير التراكشن. إذا السن كلاستون خلي الكلام على نفس السن لو على جيسنت؟ أكيد لا، مو على نفس السن أكيد لا، أكيد لا 100% يعني أنت من خليتي الكلام على السن ما رح يعني مرتاحة بالشغل يعني، صح خصوصا اذا كان البيك مالته تتعارض ويا الماتريكس، الوجه ما يقعد تالي يصير اوبن كونتاكت، يصير يعني هاي السوالف اللي نحن نعاني منها. ايش قد تبعدين عن السن اللي تشتغلين بيه احسن بالضبط. كيف اضع الكلاب على اسنان فيها كراون او برج اذا كل الاسنان مجاوره للسن كانت كده؟ مثلا كيف اضع الكلاب؟ نعم دكتور كمل يعني جاوب دكتور. يعني الكراون هم انا صراحه ما اخلي عليه، واذا اضطريت اخلي عليه ممكن اضعف كلامب عندي يعني حتى لا يسوي لي ريموفل. بس البريدج مثل ما قلت سبلت، توصلين بين البانش يصير عندك سبلت وتقعدي ما عندي مشكله، او البلاستيك كلامب ممكن يستخدموه للكراون.
دائما لما اضع رابر دام بتنط لاعلى من الجوانب، ولما بيحصل معها محاول بخير. الدكتوره قالت لازم نستخدم الكلامب يكون قاعد البيكس مالتها اربعه على التوث، يكون ستيبل. اربع بوينت كلامب ما قاعد اكيد راح تطفو يعني. هاي وهاي مشكله الكت الباكستاني من الاخير. دكتور حيدر وليد، هاي سؤالك موجه لمن؟ يقول نيكتون اور ايزي دام؟ نيكتون. نكتن، انا ما اقول نكتن بس انت يعني لا يعني انت لا تطب بهالدرابين يعني. اوكي اكو كيس حتى بالتصوير مختلف، يجي يقول لك اني نكتن. ايه هو ايه يعني نكتن زين. برضه مرات الكلامب تنكسر اذا افتحها. دكتور هذا اكو مشكله بالكيت مالت الكلامب جاي تستخدمه اللي هي تنط لاعلى وبتنكسر، غير الكلامبات مالتك. غير الكلامبات اصلا الكلامب برانش. دكتورة بس عيدي فقرة الكلامب ويا الشيت نخليه على نص توث بس عيد على فقرة. ما افتهمت دكتورة بس عيدي فقرة الكلامب ويا الشيت. ها يعني بعد ما سويت البنج تخلين جزء من الكلامب داخل الـ يعني الهول، وبحيث تقدرين تمسكيها بالفورسبس وانت اصلا شايفة التوث، بعدين تنزليها بالضبط على التوث، بعدين ترجعين تسوي لها انفيرجن. انفيرجن بالبدايه للشيت عن الرابر دام، يعني ابدي اسوي اكسبوجر للكلام كامل بعدين اكمل باقي الانفيرجن. طيب عشان نشوف بعد اذا عندنا اسئله. الكلاس 1 شنو تستخدمون سنجل توث؟ دكتور حتى كلاس 1 نفتح ملتيبل دكتور؟ لا كلاس 1 بالعكس اصلا كلش ازعاج، انت ما راح تشوف الاكلوزال بلين، ما راح تعرف الهاي سبوت، ما راح تعرف الاناتومي، ما راح تقدر تخلي الانكريمنت براحتك. احمد علاء الصميدي يقول دكتور بدت لعبه البرتغال كافي خادم. طيب دكتور حيدر يقول برش والتكنيك اسمه. طيب دكتور سهر ابو الليل نورتنا ونورتنا بوجودك، والله ما تم شرف لنا. نتشرف بك قدوتنا، تسلم لنا. طيب هسه احنا حاليا مداخله اخيره راح نستلمها، وضع الكلاب مع الشيت ممكن نخليه على السن الخطأ افضل طريقه. دكتور هاي يعني اذا واحد عندك اكسبيرينس يعرف التوث مو دائما يعني يغلط يعني. باوع انت قبل لا تخلي باوع لي قدام، باوع انت وين يعني مكانك بالضبط قدر بالضبط. ما راح تغلط يعني، اذا ما غلطت بالمره الاولى ما تغلط بالمره الثانيه، شيء ما يقبل غلط يعني. اكسبيرينس الموضوع بسيط. صحيح دكتورة هبة. لا دكتور لازم نروح خمان بات. تمام طبعا نورتونا، شكرا جزيلا على الاستماع وعلى الليسنينج. دكتورة رحمة اليوم بدعت محاضرتها كلش حلوة، كانت كلش مفيدة ونشكرها. وطبعا أمانة دكتورة رحمة إن شاء الله راح تكون ويانا بمحاضرات جاية على منصة جرانديوس، جاي رتب الفشي جدا لطيف وضخم اللي هو الاندودونتيك ويبينارز، راح نحكي بيها فروم دايجنوسيس لحد الفينشينج مالت الكيس اللي فاينل ريستوريشن. دكتور رحمه راح تكون يانا بالفاينل ريستوريشن بوست اندودونتيك ريستوريشن، راح نحكي على اشكالات هوايه ما متطرقين لها قبل، امور علميه وبصلب الموضوع. نشكركم جدا وان شاء الله نلتقيكم على الويبينارات الجايه. شكرا دكتور رحمه، مع السلامه.